يا بلال، هاي الدارنا ما تشوف فيها كيف. بلال وش حبيتني ندير لها اخويا العزيز؟ يا وش نحن احنا قول لي وش حبيتني ندير لها؟ وش حبيت راني تدخل في الشروط تاعنا هذه امين؟ مالو لازم هذه لازم تريب كومبليتمون وكي تريب وكي تريب. هاي ما كانش شحال عندها طول العرض؟ كاش مكانش 4 متر على 9 متر عندها وزيد ما تبني لهم ما كانش حل كلش مظلم حيوط عاليين مغلوقة مش تلقى لهم حل شوية سماكة شي واش راكم؟ لا بس الحمد لله حجة معليش الرياح رياح كيف حبيب رفتي تهتي رفضوا عندك شخوخ الله 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 بتخشخة تاني يخرحوش عادي كوخ محفوف بالمخاطر تتخذه هذه النساء سكنا لمدة تتعدى 40 عاما وما 40 عاما إلا عددا من المعاناة والمحن قاسية هي ظروف السنين وبدون رجل ضمنهم ليكون بمثابة الحصن الحصين شحال عندكم وانتم مساكنينها؟ والله رانا فايتين 40 سنة فايتين 40 سنة وانتم هنا؟ ايه وحنا نشوفوا البيت هكذا وانتم زجولية كبرت هنا؟ زوجولية عايشين في هذه لا سوفرونس نسوفروا الصيف الناموس ما نقولكش حتى نولي ندير تشيكا هكا الحميد الله اكبر ناموس ما يحبسش على بالك انا وياها ما نقدوش كاع نقدو من ناموس واحد لا سوفرونس وفي الشتاء تشوف الميزيريا عندنا فرق بتاع درنا غالي ما نكذبش شوفاش واحدة منها واحدة منها قولي لي واش المكان تمني مني يا عمرة العمرة وتريحي هنا ايه ريح انا ولا اول كتب لي ربي لا لا دار خير يا عمرة يا الحج ايه السلام عليكم واش راك الاخ لاباس الحمد لله خويا ربي عندك لاباس الحمد لله الاخ راني عند العائلة هذيك اللي قلت لك عليها مازالك في كلمتك يا سيف خويا نقدر نقول لهم ياسر خويا هضرنا هضرة خلاص هضرنا هضرة في كلمتك قولهم بالبركة عليكم هذا الإنسان طيب وعطاكم أبارتوم فريد شوزي قولوا بيتك ربي يسترك ربي يخليك هاك تسمع الأخ أنا عم ما كاش مشكل بارك الله فيك بالأمزية يا إما بالأمزية كان خيرك ربي جاليك إن شاء الله ربي يخليك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يحفظك